تحتها انت ما بتحكيليش. ميكي ميكي ماوس ادع ميكي لفوق ميكي لتحت ميكي امام ميكي خلف ميكي او يا ولد منه يا ويلك من بابا والله يا ولد عندك مش عارف شكل بابا مين بابا ايش يا مولا انتم لا لا بابا نعم انا يا بابا اكلت من الشيبس تبعك طب هل مش هذول بنات حلوين خذوا كلوا طب ايش هاي جبت لكم حجاب شو جبت لنا مصطفى يس انا بحب الزرقاء ماشي اطلعوش من الدار عشان عندي شغل هالقيت ماشي ماشي يلا دير بالك فكرة حلوة. يلا روح اجي. لا اختي هاي جبت يلا شوفي. طب يا امل ايش رايك اجي احط لك المكياج؟ بس انا بدي اختار. ماشي. يلا. انا هاي بدي احط لك لون احمر تعال. عادي حلو. هاي هيك خلص. حط لك حلو. احط لك من هذا يلا هاي خمد عيني خمد عيني. يلا خلص. يلا يا امل هاي خلصت لك يلا الحين نحل هاي خلصت لك يا امل فرجيني كيف يا اختي نسينا الحين اذا ماما بتجي شو بدها تسوي فينا امل روح غسل وشك بسرعه قبل ما تجي ماما بدي اروح وجهي اختي اختي هاي جاتي فرحانه امل فيك حب عوجك كثير بدي اروح اشوف على هيك طب روح بسرعه وين فينك يا بنات؟ ايش في وجهك هذا؟ هذا حساسية كلها، من ايش حساسية؟ مكياج انت حاطة مكياج؟ طب طب يلا انا مع الدكتور يلا 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 هي الدكتور هي جاي دكتور هي جاي هي اجت ايش مالها البنت؟ اوف هذه كلها حساسية بشوف من ايش الحساسية هذه؟ لاعبين في حاجة؟ انت لاعبين في مكياج؟ مكياج اطفال يعني لاعبين فيه؟ حطيت لها عوجي مش عارف انه هذه طفله بصير عندها حساسيه من المكياج؟ هي قالت لي جيب المكياج طب خليني اديها بس ابره للحساسيه عشان لا لا لازم لازم تاخذ ابره لازم طيب هاي الابره هاي بالله لازم تاخذ ابره 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 لازم تاخذ خليش البنات في الحارة حطوا مكياج لأن المكياج بأثر على البشرة وعلى الوجه كمان بيعمل أمراض جلدية خطيرة فبلاش منها تاني مرة تعملها هيك طب شكرا لك يا يلا الله يسهل عليك سلام.